فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يوجد الآن في بعض المشاغل النسائية يقول يوجد الآن في بعض المشاغل النسائية ومحلات التجميل يقومون بتغيير حواجب النساء بما يسمونه، وقد انتشر حواجب الشيطان تشبها بالشيطان. نعم الله زين، هذا اسم مطابق. نعم هذا اسم مطابق، نسأل الله العافية. نعم يقول فهل يعد هذا العمل كفرا فيقال؟ ما هو كفر، لكن يعد محرما وكبيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، وهذا من النمص. نعم.